اعتقد شريف وكهربا وجودهم النهارده في قناه النادي الاهلي الحقيقه واصرارهم على التواجد النهارده يا سامي، زي ما حضرتك انا عارف ان كان في ناس كتيره بتتكلم وكده، ولكن في النهايه وجودك وسط جمهورك اعتقد ان شيء انت حبه. طبعا ويمكن في البدايه انا قلت لحضرتك يعني من اهم حاجه جيت هنا عشان الواحد يرد جميل للقناه والنادي والمنظومه الاعلاميه كلها اللي موجوده في النادي الاهلي. ايوه لانكم كنتوا بعد ربنا اكبر داعم لينا يعني. ودايما الواحد بيحتاج الناس دي في الاوقات اللي انت بتبقى بيحصل لك فيها برضو عدم توفيق او ناس بتبقى مشككه في قدرات الفرقه او قدرات الجهاز، وده حصل وده حصل كتير يعني. فانتوا دوركم ما يقلش باي احال من الاحوال عن الدور الفني الموجود او الاداره اللي موجوده، لان بعد ربنا انتوا بتبقوا داعم كبير لينا، واوقات كتيره جدا احنا بنستمد الطاقه الايجابيه منكم. فبشكركم طبعا، وده اقل حاجه اللي احنا نكون موجودين هنا كلعيبه او جهاز المنظومه كلها يعني. لا ده شرف لينا يا كابتن سامي والله بجد، لانه زي ما قلت هي الحلقه النهارده دايما بيبقى فيها، او حلقه البطولات دايما بيبقى فيها عواطف كتيره جدا، لانه الناس محتاجه تعرف كابتن سامي قمصان على حياته. هي ما بتشوفوش غير لابس البتاع وبيزعق وبيعمل وبتاع والكلام ده كله، ولكن الناس بتبقى دايما او جمهور الاهلي بيبقى عايز يعرف سامي قمصان حياته، اسلوبه، طريقته، ازاي بيتعامل مع كهربا اللي هو المطرقع، ومحمد شريف اللي هو الهادي، ومش عارف مين اللي هو اللي كذا. فالناس بتبقى حابه تعرف كل هذه الامور يا كابتن سامي. طبعا.